السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي الكرام، مرحبا بكم في قناة مطبخ داري. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم واحد كاب كيك كيجيو هائلين بحال الكيكة الإسفنجية. فإلا عجبتكم الوصفة ما تنساوش أنكم تابونا في لاشين باش توصلوا بجديد الوصفات، كذلك ما تنساوش أنكم تدعموني بلي لايك ديالكم. فعلى بركة الله غادي نحتاجوا في المقادير: بيضتان، كأس من الزيت أي 200 مليلتر، كأس من الحليب أي 200 مليلتر، كأس من السكر سنيدة، ممكن أنكم تديروا يعني كأس العنبة عامر، ممكن تنقصوا شوية على حسب أنتم يعني واش كتبغيو الحلاوة ولا لا، فأنا راني نقصت شوية. غادي نحتاج جوج فانيلا ما يعادل 14 غرام، كذلك جوج بيكين باودر ما يعادل 14 غرام، قبصة من الملح، ملعقة كبيرة من الزبدة، و المربى، انا هنا اختاريت مربى الفراوله باش غادي نديرو وسط الكيك. فعلى بركه الله غادي نبداو التحضير. عفوا نسيت، جوج كؤوس ديال العنبه ديال الدقيق الابيض. فعلى بركه الله مع السكر وخبصة من الملح. يعني ممكن تخدموا بالطراب اليدوي، كذلك ممكن أنكم تخدموا بالطراب الكهربائي أو ديروا في مولينكس، يعني أنتم اختيار ديالكم. من بعد ما طربت البيض حتى كتضاعف كيتضاعف الحجم ديالو كما كتلاحظوا معايا، غادي نضيف الزبده وغادي نضيف اكياس ديال الفانيلا. على هذا الشكل هذا، وغادي نضيف الزيت والحليب. وغادي نطرب الكل. هنا من بعد ما طربت كما كتلاحظوا معايا الخليط كامل، فانا غادي نبقى نوضع الدقيق شويه بشويه. كما قلت لكم جوج كؤوس، وغادي نكمل بهذه الطريقه هذه. من بعد ما طربت الخليط كامل، فانا غادي نضيف اكياس ديال الخميره. على هذا الشكل هذا، كما قلت جوج ديال الاكياس اي 14 غرام. وغادي نكمل بالتخليط. الخليط ديالنا كيجي على هذا الشكل هذا كما كتلاحظوا، يعني ما ثقيل ما خفيف. بهذا الشكل
دابا غادي نجيب المول اللي كنوضعوا فيه لي كاب كيك. فانا سبق لي وضعت فيهم الكويغطات كما كتلاحظوا معايا على هذا الشكل هذا. وغادي نجيب واحد الملعقه باش غادي نبدا نخوي لي كاب كيك. كما كتلاحظوا معايا بسم الله يمكن لكم توضعوها في جيب حلواني وتخويو به. يعني ما كنعمروش لي كاب كيك ديالنا حتى الفوق. فانا هنايا غادي نوضع نصف ديال العجين وغادي نوضع راس ملعقه من مربى الفراوله. ممكن تستبدلوه باي مربى بغيتيه. على هذا الشكل هذا يعني كنعمرو 3 ارباع ديال الكويغطات. نضعو فراولة على هذا الشكل هذا. فانا غادي نكمل يعني بنفس الطريقه تنسالي الكويغطات اللي عندي كاملين ونعاود نطلقهم. اخواتي كما كتلاحظوا معايا فانا ساليت التعمار ديال لي كاب كيك كما كتلاحظوا معايا. ودابا غادي ندخلهم للفرن اللي سبق لي ورديته يسخن على حراره على درجه حراره عفوا 180 ونعاود نطلقاو باش نشوفوا الشكل ديالو من النهايه. اخواتي فمن بعد ما طاب الكاب كيك كما كتلاحظوا معايا كيجي على هذا الشكل هذا. يعني في حاله ما بغيتيوش يجيوكم عامرين هكا ففقط نقصوا الكميه وغادي يجيوكم على هذا الشكل هذا. فانا اغلبيه صوبتهم هكا يعني غير هاد جوج حبات هادو ولا ثلاثه اللي بقاو صغارين بغيت نوريهم لكم. كذلك الا بغيتيهم يجيو كبارين بزاف ما عليكم الا انكم تضعفوا الكميه. يعني بغيت نصوب من كل وحدين شويه. هنايا بالتزيين فقط ممكن انكم تكتفيو بهم هكا كيجيو المذاق ديالهم هائل. ولا بغيتيو انكم تزينوهم فانا هنايا اختاريت الكوك او جوز الهند وهنايا اختاريت اللوز ايفيلي وهنا عندي الناباج او ملمع الحلويات ممكن تعويضوه ب يعني بالمربى. غادي نوضعوه هكا فوق لي كاب كيك ونص غادي نوضع فيه الكوك او جوز الهند والنصف الاخر غادي نوضع فيه يعني ممكن ديروا الفيرميسيل ممكن يعني ما نتوما الاختيار ديالكم بطبيعه الحال متواجد عندكم. ممكن ندهنوهم بالشوكولا على هذا الشكل هذا كما كتلاحظوا. فانا غادي نسالي الزين ديالهم عفوا ونعاود نطلقوا باش نشوفوا الشكل النهائي. كما كتلاحظوا بعد ما ساليت الزين ديالهم فكيجيو على هذا الشكل هذا اللي صوبت بالكوك واللي زينت باللوز ايفيلي كيجيو هكا. نفتحوا شي وحده نشوفوا
كما كتلاحظوا معايا، شوفوا كي كتجي بحال البونج، بحال يعني الكيكه ديال الكيكه الاسفنجيه كما كتلاحظوا على هذا الشكل. هذا المربى هو داك في الوسط، يعني كيجي المذاق ديالها ولا اروع، وهي كتجي رائعه. فنتمنى تجربوهم وتقولوا لي كيفاش جاوكم. نتمنى الوصفه ديال اليوم سيداتي تكون نالت الاعجاب ديالكم. لا تنساوش انكم تابوناو معايا في لاشين باش توصلوا بجديد الوصفات، كذلك ما تنساوش انكم تدعموني بلي لايك ديالكم، ونهاركم مبروك وبالصحه وراحه.